مرحبا يا أحبابي، تعالوا سويا لنرى ماذا تحمل وماذا نشاهد في هذه اللوحة. نرى هنا غيوما تحمل أشكالا متشابهة، وهنا نرى شجرة نخيل تحمل بلحا لذيذا، وهنا بحيرة، وهنا أيضا يوجد حمامة. فلننظر أولا إلى الغيوم، فيها حروف متشابهة، أليس كذلك؟ حرف الخاء هنا فوقه نقطة، أخذناه سويا في الفصل الأول. هنا الجيم في بطنه نقطة. أما الأخ الثالث الجديد وهو حرف الحاء، لفظه إح. لننظر كيف نرسم حرف الحاء. هنا مثلث في أعلى السطر، السطر هنا، نضع مثلثا في أعلى السطر ثم نتبعه بنصف دائرة كبيرة يمر الخط بداخلها. انتبهوا يا أحبائي إلى كيفية رسم حرف الحاء. فمن يرسم نصف الدائرة الكبيرة فوق السطر هذا الرسم خاطئ، وهنا من يرسمها تحت السطر أيضا رسم خاطئ. فالرسم الصحيح للحاء أن تكون نصف الدائرة الكبيرة بمنتصف السطر. لنتعرف الآن على أشكال حرف الحاء. هنا حاء مفردة، حاء بأول الكلمة ومعها يد لتمسك بالحرف الذي يليها. أما هنا فهذه حاء بوسط الكلمة ومعها يدان من الجانبين لتمسك بما قبلها وما بعدها. أما هنا الحرف الأخير والشكل الأخير حاء بآخر الكلمة ومعها أيضا يد لتمسك بما قبلها.